السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد، بس قبل ما نبدأ درس النهاردة هنسأل سؤال: ماذا تفعل بعد العودة من المدرسة؟ أحسنت، أغير ملابسي، أغسل يدي، أتناول طعام الغداء، أذاكر دروسي، النوم مبكراً. إن شاء الله النهاردة هناخد قصة جميلة بتحكي عن زميلنا خالد وماذا فعل بعد عودته من المدرسة. طبق الطعام. ذات نهار رجع خالد من مدرسته ونادى والدته: يا أمي يا أمي، إني جائع جداً. ردت والدته مبتسمة: الطعام جاهز يا خالد، قم بتغيير ملابسك واغسل يديك وخذ طبق الطعام واختر ما تريد. رد خالد متحمسا: بالتأكيد يا أمي. هنشرح مع بعض الفقرة الأولى. رجع خالد من مدرسته وهو جعان، بينادي على مامته بيقول لها: يا ماما يا ماما، أنا جعان جدا. ردت عليه مامته هي مبتسمة وضاحكة وبتقول له: الطعام جاهز يا خالد، بس انت الأول لازم تقوم تغير ملابسك وتغسل ايديك. يعني سنة تالتة أول ما نرجع من المدرسة مش بندخل على الأكل على طول، لازم الأول أغير ملابسي، بعدين اغسل ايديا، وبعدين ابدا اكل. وقالت له كمان: خذ طبق الطعام اللي انت هتاكل فيه وضع فيه ما تحب من الطعام وما تريد. رد عليها خالد وهو متحمسا ومتشجعا: بالتاكيد يا امي، حاضر يا ماما. يبقى ماذا قال خالد عندما رجع من مدرسته؟ يا أمي يا أمي، إني جائع جدا. ممتاز. طيب بماذا ردت عليه والدته؟ قالت له إيه؟ أحسنت، الطعام جاهز يا خالد، قم بتغيير ملابسك واغسل يديك وخذ طبق الطعام واختر ما تريد. طيب هنشوف مع بعض الظواهر اللغوية. ذات بها مد بالألف والحرف الممدود حرف الذال. نهار مضادها ايه؟ ليلا. طيب نهار اسم، عرفنا ازاي ان هو اسم؟ شايفين التنوين؟ يبقى من علامات الاسم التنوين، بها تنوين بالكسر. نهار بها مد بالألف والحرف الممدود حرف الهاء. رجع، رجع وانتهى، فعل ماضي. رجع معناها عادة ومضادها ايه؟ ذهب. خالد، خالد اسم شخص وبه تنوين بالضم وبه مد بالألف والحرف الممدود حرف الخاء. من حرف جر. يلا نراجع مع بعض حروف الجر: من، عن، إلى، على، في، الكاف واللام والباء. مدرستي، مدرسة جمعها مدارس، مدرسته بها هاء ضمير. تمام. ونادى، الواو حرف عطف. نراجع حروف العطف: واو ثم والفاء وأو. نادى وانتهى، فعل ماضي. نادى في آخرها ألف لينة، الألف اللينة بتكتب ياء وتنطق ألف. والدته بها مد بالألف والحرف الممدود حرف الواو وبها هاء ضمير في آخر الكلمة. يا أمي يا أمي، أسلوب إيه؟ بينادي على مامته، يبقى أسلوب إيه؟ أسلوب نداء. أداة النداء ياء،
والمنادى أمي، والميم مشددة بنفكها بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، والثاني هنا تحته إيه؟ تحته كسرة. تمام. أمي بها مد بالياء والحرف الممدود حرف الميم، والياء هنا ياء الملكية. إني جائع جدا، جائع بها تنوين بالضم وبها مد بالألف والحرف الممدود حرف الجيم، وجائع بها همزة على نبرة. ليه قاعدة على كرسي قدامك دي؟ جدا بها تنوين بالفتح. جائع مضادها شبعان. ردت مضادها نادت. رد فعل ماضي ممتاز والدال مشددة. والدته مبتسمة. مبتسمة معناها ايه؟ ضاحكة. مضادها عابسة. مبتسمة اسم به تنوين بالايه؟ بالفتح. الطعام، الطعام جمعها الأطعمة. طعام جمعها الأطعمة. الطعام، وشوف انا ما نطقتش اللام، يبقى اللام دي لام ايه؟ لام شمسية، تكتب ولا تنطق، ودايما الحرف اللي بعديها سنة تالتة بيبقى عليه شدة. يعني لما يقول لي استخرج كلمة بها حرف مشدد، أدور بسرعة على كلمة فيها لام ايه؟ فيها لام شمسية. الطعام بها مد بالألف والحرف الممدود حرف العين. جاهز بها تنوين بالضم وبها مد بالألف والحرف الممدود حرف الجيم. يا خالد. برضو أسلوب نداء. قم بتغيير ملابسك. بتطلب منه، يبقى ده فعل ايه؟ فعل أمر. قم بتغيير ملابسك أسلوب ايه؟ أسلوب أمر، بيبدأ بفعل الأمر. بتغيير، الباء هنا حرف جر. طب عرفنا ازاي يا مس ان هو حرف الجر مش حرف اصلي في الكلمة؟ هناك ثلاثة شروط. اول شرط ان هو بيجي في اول الكلمة. تاني شرط ان هو بيدخل على الاسماء. تالت شرط ان هو لو حذفنا الحرف ما بيأثرش على معنى الكلمة، انما لو هو حرف اصلي معنى الكلمة هيبقى ايه؟ هيبقى فيه مشكلة. طب تعالوا كده نشوف. تغيير، الباء جت في الاول، لو حذفناه يبقى تغيير نفس المعنى. وتغيير هنا ايه؟ هنا اسم. تمام. يبقى الباء هنا حرف ايه؟ حرف جر متصل. ملابسك بها مد بالالف والحرف الممدود حرف اللام. واغسل يديك، برضو اسلوب امر، بدأ بفعل الامر اغسل. وخذ طبق الطعام، اسلوب امر، بدأ بفعل الامر خذ. طبق جمعها اطباق. الطعام. واختر ما تريد، اسلوب امر، بدأ بفعل الامر اختر. رد خالد متحمسا. رد وانتهى فعل ماضي. خالد اسم، متحمسا اسم به تنوين بالفتح، الميم هنا مشددة بنفكها بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. بالتأكيد، الباء حرف جر، شايفين دخلت على اسم وجت في أول الكلمة، ولو حذفناها لا تؤثر على المعنى. يا أمي، نداء، أسلوب نداء. الياء أداة النداء، وأمي هنا إيه؟ منادى. بعد أن أصبح خالد جاهزا.
تناول طبق الغذاء ووضع فيه قطعة خبز ومكرونة وجلس إلى مائدة الطعام ليأكل. نظرت الأم باندهاش وقالت له: هذا طعام غير متكامل. هنشرح مع بعض الفقرة اللي قدامنا. بعد ما خلاص خالد غير ملابسه وغسل ايديه واصبح جاهز لتناول ايه؟ لتناول الطعام. تمام، احضر طبق الطعام ووضع فيه صنفين فقط من الطعام، قطعة خبز ومكرونة. يبقى ايه؟ يبقى احضر طبق الطعام وهيبدأ خلاص ياكل، وحط في الطبق الطعام ايه؟ قطعة خبز ومكرونة، وجلس على مائدة الطعام. مائدة الطعام دي سنة تالتة، اللي هي طاولة الطعام، اللي هي السفرة اللي احنا بناكل عليها، وهيبدأ خلاص هياكل. تمام، ايه اللي حصل بعد كده؟ نظرت اليه امه بدهشة وبتعجب وقالت له: ان الطعام اللي انت احضرته ده يا خالد غير متكامل. الطعام اللي انت احضرته ده يا خالد غير، هذا طعام غير متكامل. يعني ايه متكامل؟ يعني به كل عناصر الغذاء. غير متكامل ليس به كل عناصر الايه؟ الغذاء. طيب ماذا وضع خالد في طبق الطعام؟ ها شايفين؟ شايفين في الصورة وضع ايه؟ وضع قطعة خبز ومكرونة. طيب ماذا قالت له أمه؟ هذا طعام غير متكامل. ممتاز، يلا نشوف مع بعض الظواهر اللغوية. بعد مضادها قبل، أصبح وانتهى فعل ماضي، خالد اسم شخص، جاهزا اسم بتنوين بالفتح، به مد بالألف والحرف الممدود حرف الجيم، تناول تناول فعل ماضي، طبق جمعها أطباق، الغذاء لام ايه؟ لام قمرية. شوف انا بنطق اللام، الغذاء لام القمرية، تكتب وتنطق غذاء، به مد بالألف والحرف الممدود حرف الذال، وبه همزة متطرفة في آخر الكلمة، الهمزة المتطرفة اللي هي بتيجي في الطرف في الآخر، ووضع فيه الواو حرف عطف، وضع وانتهى فعل ماضي، فيه قطعة، قطعة جمعها قطع، خبز تنوين بالكسر، الواو حرف عطف، مكرونة تنوين بها تنوين بالفتح، وبها مد بالواو والحرف الممدود حرف الراء، وجلس الواو حرف عطف، جلس وانتهى فعل ماضي، إلى حرف جر، مائدة اسم جمعها موائد، الطعام ليأكل. اللام هنا سنة تالتة اسمها لام التعليل، واحنا عارفين ان لام التعليل بتدخل على الفعل المضارع، فبتدخل على الفعل المضارع، وهي لام مكسورة. شايفين تحتها كسرة ازاي؟ بتوضح السبب، هي لام سببية، بتوضح ايه؟ السبب. طيب ممكن حد يتلخبط ويقول لي: يا مس ممكن تكون لام الجر؟ اقول له: لا، لام الجر بتدخل على الاسم، لام التعليل بتدخل على الفعل الايه؟ المضارع، يعني بعديها بيجي فعل مضارع. نظرت، نظر فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث، الأم بها لام قمرية، والميم حرف مشدد، باندهاش، الباء حرف جر، اندهاش اسم بتنوين بالكسر وبه مد بالألف والحرف الممدود حرف الهاء، وقالت له، قالت مضادة، سكتت،
هذا طعام غير متكامل، هذا اسم إشارة. يلا نراجع مع بعض أسماء الإشارة. هذا للمفرد المذكر والجمع الغير العاقل، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. طعام غير متكامل، متكامل بها تنوين ايه؟ بالكسر. تعالوا بقى نشوف معاني الكلمات. رجع معناها ايه؟ عاد، عكسها ذهب. رجع الأب من العمل، عاد الأب من العمل. مبتسمة، ضاحكة. تغيير، قام بتغيير ملابسه، يعني قام بتبديل ملابسه. مائدة، مائدة الطعام اللي هي طاولة الطعام. متكامل، هذا غذاء متكامل، أي به كل عناصر الغذاء. باندهاش، بتعجب. باندهاش، بتعجب. متحمسا، شديد الرغبة أو متشجعا. تناول، أخذ. رجع مضادها إيه؟ هي معناها إيه أصلا؟ عادة. يبقى عكسها ذهب. نهارا، عكسها ليلا. جائع، شبعان. بدأ، بدأ الدرس، يعني عكسها انتهى الدرس. مبتسمة، مضادها عابسة. ردت، مضادها نادت. جلس، مضادها وقف. طبق جمعها أطباق. طعام جمعه أطعمة. أم جمعها أمهات. مائدة جمعها موائد. جائع، جياع أو جائعون. الغذاء جمعه الأغذية. ملابس مفردها ملبس. نشوف أسئلة الجزء الأول. متى عاد خالد من مدرسته؟ عاد خالد من مدرسته ذات نهار. بما أخبر خالد والدته؟ قال لها إيه؟ ها؟ أخبر خالد والدته إنه جائع جدا. ماذا طلبت الأم من خالد؟ قالت له إيه؟ طلبت منه إن هو يعمل إيه؟ يرجع من المدرسة يعمل إيه؟ طلبت منه أن يقوم بتغيير ملابسه وغسل يديه وأخذ طبق طعامه ويختار ما يريده من طعام. مش أول ما نرجع من المدرسة هناكل على طول، لا، لازم نقوم نغير ملابسنا، نغسل أيدينا، ونقوم بتناول الطعام. ماذا وضع خالد في طبقه أولا؟ قلنا وضع إيه؟ صنفين من الطعام. وماذا قالت له الأم؟ وضع خالد في طبقه قطعة خبز ومكرونة. وقالت أمه باندهاش، هذا طعام غير متكامل.